السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع فيديو جديد واللي هنشرح فيه بإذن الله رب العالمين اللايزوزومز والبيريكسوزوم والكودد فيزيكال. طيب إيه ليه التلاتة دول هنقولهم مع بعض؟ لأن بكل بساطة ممكن تشبيها يعني نسهل، التلاتة دول هنسميهم خط التغليف. إحنا في الفيديو اللي فات قلنا إيه؟ إن إحنا عندنا حاجات بتصنع في النيوكليوس، وبعدين الفيديو بتاع الرف إندوبلازميك ريتيكولوم ممكن ترجع له، وبعدين بتتظبط وبعيد تعديلها او بتصنع في الرف اندوبلازميك ريتيكولم، ايوه، وبعدين بتعيد تعديلها في جولجي اللي بيصنع وبينتج عندنا فيزيكلز. احنا بقى عايزين نتكلم عن الفيزيكلز دي، عن الكرتونه او الباكج او الحاجه اللي احنا متغلفه وموجوده جوه الخليه. فهم عندنا ثلاث حاجات عموما، حاجه اسمها اللايزوزوم، بيروكسوزوم، والكودد فيزيكل. ايه الفرق بين الثلاثه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي ان شاء الله. كلهم ممبرينس، كلهم لهم ممبرين، تمام، يحتوي على حاجات من جوه. الفرق بينهم هيكون في محتوى اللي جوه كل فيزيكال من دول. طيب خلونا نبدا على بركه الله. اول حاجه هنبدا بيها هو اللايزوزوم. هو الايه؟ اللايزوزوم. وبكل بساطه اما نيجي نتكلم في اللايزوم هنقول تعريفه، عايز تفكر فيه كانه الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي للخليه. هو ده المسؤول انه يكسر ويحرق، ركز في اللفظ، ويحرق اي حاجه. طيب فهنيجي في التعريف نقول ان اللايزومز هي وان اوف ممبرينس اورجانيلز، ماشي. وبعدين المسؤول عن دايجستيف سيستم، او هي تشتغل كدايجستيف سيستم، عن الهضم، مسؤول عن الهضم. عندي اللايزوزوم، ما اجي ابص اشوفها تحت الميكروسكوب مبدئيا مش هشوف اللايزوزوم، ما بنشوفش اللايزوزوم، كانت بي سين باي اورجينال ستين. امال لو عايز اشوف اللايزوزوم، بص تخيل هو كيس كده، اللايزوزوم ديت جواه انزيمز، ماشي. حضرتك مش هتشوف اللايزوم نفسه، امال تعمل ايه؟ ممكن تعطي صبغه خاصه للانزيمات دي، يبقى انت حرفيا بتشوف الانزيمات اللي جواها فتديك شكل اللايزوزوم. يبقى انت مش فعليا مش هتشوف اللايزوم، انما انت هتشوف السبيشال ستين، لو استخدمت سبيشال ستين للانزيمات اللي جواها، تمام كده. يبقى ده بالنسبه لللايت مايكروسكوب وتعريف اللايزوزوم. طيب ايه بقى الالكترومايكروسكوب بتاع اللايزوم؟ نلاقيه بالشكل ده، الشكل اللطيف ده. بيقول ايه؟ ان الالكترومايكروسكوب بتكون عباره عن دنس بوديز بتحتوي على هيدروليتيك انزيمز. بيحتوي على ايه؟ نركز في اللفظ كده، هيدروليتيك انزيمز، انزيمات اللي بتحرق، ماشي. طيب الانزيمات دي بتكون حموضيه جدا، عشان كده بتخلي البي اتش بتاع اللايزوم بيكون بي اتش 5، بي اتش ايه 5، ودي اسيدك جدا، تمام. طيب لحد هنا تمام، يبقى هو عباره عن دنس بودي، خلاص هو بس جسم غامق اسود، ماشي، يحتوي على انزيمات جواه. طبعا انزيم مش هتبان من الالكتروميكروسكوب، هيبان جسم اسود وخلاص. تعال بقى ناخد بعد الالكتروميكروسكوب حاجه، عنوان كده خاص باللايزوم، وهو تايبس اوف لايزوزوم. يعني ايه تايبس اوف لايزوزوم؟ بص من الاخر، هو هنقسمهم طبعا هنا زي ما مكتوب، برايمري وسكندري. افهم معايا كده على السريع، البرايمري هو اللي انا رسمه ده، اللي هو ايه؟ اللايزوزوم الجديد لسه متصنع حالا، لسه خارج حالا من مكان، يا دوب لسه متغلف جديد، لسه من الاخر ما ارتبطش وما هضمش حاجه. ده البرايمري. يبقى بكل بساطه لما اجي اقول لك مين السكندري، هتقوم قايل لي اللي هو اشتغل فعليا، اللي هو الايه؟ المستعمل. اللي هو الايه؟ المستعمل. يبقى ده الفرق بين البرايمري والسكندري. طيب اذا كان البرايمري كلهم واحد، خلاص البرايمري هو ده، ماشي، يبقى السكندري هيفرق على حسب ايه؟ على حسب الحاجه اللي هيرتبط معاها. يبقى بكل بساطه البرايمري، البرايمري يعني لسه جديد ما ارتبطش مع حاجه، سكندري يعني ارتبط مع حاجه. طب هنقسمهم السكندري دول او هم كلهم نوع واحد؟ لا، هم انواع. عندي ثلاث انواع للسكندري لايزوزومز، حاجه اسمها هيتيروفاجيك، حاجه اسمها ريزيدوال بودي، حاجه اسمها مالتي فيزيكولر. ده ثلاث انواع من السكند، كلهم سكندري. فانا يعني ايه سكندري؟ يعني هيرتبطوا مع حاجه ثانيه، ما عادش لايزوم لوحده. طيب تعالى نفهم كل واحد من دول من الاخر، اللي هيفرق معانا هو ارتبط مع ايه؟ يعني الحاجه اللي ارتبط معاها ديت نوعها ايه او بتعمل ايه؟ فمثلا الهيتيروفاجيك ده، الهيتيروفاجيك ده هترجع طبعا للسلم البناء عشان تاخد بالك تفهم انه الهيتيروفاجيك ده عباره عن اللايزوزوم لما يرتبط مع حاجه اسمها فاجوسوم. هترجع لفيديو السلم البناء هتفهم فكره الفاجوزوم. فاجوزوم بكل بساطه ان السلم، ان اي حاجه هتخش الخليه، اي حاجه ده بره الخليه دخلت جوه الخليه واتغلفت، والحاجه ديت تنفع تتهضم، دايجستبل، ينفع تتهضم، هقول عليها ديت ايه؟ فاجوسوم.
اللي بتروح ترتبط مع اللايزوزوم، ومع بعض كده الاثنين كده اسمهم هيتيروفاجيك لايزوزوم. هيتيروفاجيك ايه؟ لايزوم، هيتيروفاج. طيب في حاجه اسمها الريزيدوال بودي. الريزيدوال بودي بكل بساطه لما اللايزوزوم يرتبط مع حاجه عكس الاولانيه، اذا كان الهيتيروفاجيك ده حاجه دايجستبل يعني مرتبط مع فاجوزوم اللي هو دايجستبل، الريزيدوال بودي الجسم هيرتبط، او اسف اللايزوزوم هيرتبط مع حاجه مش دايجستبل، يعني مثلا حاجه اسمها سيليكا. مثلا سيليكا، السيليكا ديت من الحاجات اللي هي السيليكون يعني موجود في المصانع وكده، ده بيخش مثلا الرئه هيرتبط الفاجوزوم، او اسف مش الفاجوزوم بقى، اللايزوزوم هيرتبط معاه ماشي، وده مش هيتهضم طبعا، هو مش بيرتبط بكده هيبقى جواه يعني، بس التبسيط خليها ايه نعملها كده عشان شبه بعض يعني. طيب يبقى ده ريزيدوال بودي، يبقى بس محتاجين نعرف ان الريزيدوال بودي ده لما اللايزوزوم يرتبط مع حاجه ما بتتهضمش. اخر واحد وده مش معروف وظيفته ايه، لما بنلاقي اللايزوم مرتبط مع بعض الفيزيكلز، او جواه فيزيكلز، جواه فيزيكلز كتير بتاعت ايه، مش واضح، وظيفه مش واضحه او مش معروفه. تمام كده. يبقى تاني سريعا سريعا، عندي نوعين من اللايزوزومز، برايمري قلنا نفكر فيك انه الجديد اللي مش مستعمل، جديد خالص لسه ما ارتبطش مع حاجه. السكندري اللي اشتغل فعليا، يا اما ارتبط مع حاجه هتهضم دايجستبل فاجوسوم، يا اما ارتبط مع حاجه مش هتتهضم تمام، نسميه ريزيدوال بودي، يا اما ارتبط مع فيزيكلز او جواه فيزيكلز، وده مش عارفين ليه هو كده. طيب كده خلصنا انواع اللايزوزوم، تعال نكمل كلامنا. واخر حاجه هنتكلم فيها ايه وظيفه اللايزوزوم. احنا كده فهمنا اللايزوم زي ايه، من الاخر انا عايز اشبهها او تفهمها ان هي كيس، او المكون اللي انا سميناه كده شعله من النار، فاير، حريقه، ده جواه حاجه بتحرق، جواه ميه نار، بحيث انت ترميها على اي حاجه هتحرقها. وتعالى بقى نحط الاحتمالات ايه بقى اللي ممكن الحاجات اللي تحرقها. اول حاجه ودي مفهومه، خلينا نبدا من هنا، الديفنس، خليه اهي داخلها بكتيريا، هذا بكتيريا تمام، البكتيريا اللي داخله جوه الخلايا ديت مجرد ما يقابلها لايزوزوم يقوم يحذف عليها الهيدروتيك انزيمز اللي موجوده جواه فيحرقها يموتها، يبقى ليه دور في المناعه، كذلك ليه دور في الهضم دايجيشن، ودي اتفهمت لسه قلناها من شويه، لما الخليه تبلع حاجه تحتاج تاكلها، حته ستارش مثلا، حته جلوكوز، وبعدين نكسرها، يبقى ممكن نكسرها بالايه، باللايزوزومز. طيب ركز بقى معايا في الاولانيه ديت، ديستراكشن اند ريموديلنج. يعني ايه ديستراكشن اند ريموديلنج؟ من وقت للتاني جسمنا طبيعي جدا لخليه جواها نيوكليوس، جواها ميتوكوندريا كتير، كذا ميتوكوندريا جواها مثلا راف اندوبلازم ريتيكولوم اي حاجه. من وقت للتاني الاورجانيلز اللي جوه، خلينا نغير اللون، من وقت للتاني الاورجانيلز اللي جوه الخليه ديت بتموت، فبتحتاج تتجدد، فعشان تموت دي سابت لنا مكانها زباله عايزين نتخلص منها، فيجي الكناس بتاع الخليه اللي هو اللايزوم ويخلصنا من دي اللي ماتت، فيبقى انتهت تمام. يبقى بكل بساطه اللايزوم ليه دور في الدستراكشن اند ريموديلنج، اللي هو الدستراكشن اند ريموديلنج عن طريق انه بيتحكم او انه بيخلصنا من الديد اند اولد اورجانيزمز، حاجه جوه الخليه خلاص ماتت او كبرت ما عادش شغاله كويس، فبنتخلص منها، ميتوكوندريا بقى ايا كانت هي. طيب خد بالك ده لما كانت ايه الحاجه ديت، يبقى اللايزوم عمل ديستراكشن وريمودنج لما كانت الحاجه فعليا خلاص انتهت ومش عايزينها. طب خد بالك بقى، هل ممكن يكون مثلا اللايزوم يبوظ الميتوكوندريا وهي لسه شغاله؟ اه، ده بنسميها اوتوفاج. اوتوفاج يعني الجسم بدا ياكل نفسه، دي الخليه جواها الميتوكوندريا وجنبها اللايزوم، اللايزوم بكل بساطه اتفتح فالانزيمات اللي فيه خرجت، فراح الميتوكوندريا اللي شغاله بكل اللي شغاله طبيعي ديت قام مبوظها، ده اسمه ايه؟ اوتوفاج. طيب يبقى اوتوفاج من عمليه الالتهام الذاتي، اوتوفاج فاج التهام اوتو ذاتي. طيب في حاجه اسمها بوست مارت بارت بوست مش بارت انا اسف بوست مورتم تشينجز، تغيرات ما بعد الموت ماشي. البوست مورتم تشينج يعني احنا عارفين بكل بساطه الانسان لما بيموت جسمه بيتحلل، الانسان لما بيموت جسمه بيتحلل. هل سالت نفسك بتحلل ليه؟ من ضمن الحاجات اللي بسبب التحليل ان الخليه هي ده جزء من خلايا الانسان مات، ده لايزوزوم، اللايزوم ده لما المفروض نحافظ عليه في اي تي بي عشان يحافظ على الممبرين بتاعه طبيعي من غير ما النار ديت اللي جواه تخرج بره، تخرج بره في السيتوبلازم تعمل مشاكل، فاحنا بنحافظ عليه مقفول. الانسان لما بيموت اي تي بي خلاص فقد الاي تي بي، فبدا الممبرين ده يهرب ويخرج الانزيمات اللي جواه، طبعا تروح تاكل الخليه وتبوظ السيل ممبرين وتبدا كل المحتويات الخليه تخرج، ده المسؤول عن التحلل بعد الموت، او عمليه تحلل اسمها بوست مورتم تشينجز تمام.
أداة بكل بساطة اللايزوزومز، يبقى دفاع هضم وبعدين هياكل حاجة، يا إما ياكل الجسم بعد ما عندوش محتاجين أو الخلايا الحاجات اللي ماتت مش محتاجينها، يا إما ياكل الحاجات وهي لسه عايشة، يا إما أصلا مسؤول عن الجسم لما يموت كله تحلل ما بعد الموت. أداة كده قصة اللايزوزوم. خلصنا اللايزوزوم، أعتقد إن شاء الله حاجة سهلة وبسيطة. تعالوا نبدأ في حاجة أو النوع الثاني من سميتهم أنا الباكج أو الكرتونة، اللي هو البيروكسيزوم. البيروكسيزوم بكل بساطة التعريف بتاعها هي one of membranous organisms بتحتوي على oxidative enzyme oxidations، انزيم بتعمل اوكسيديشن. هتقدر ارسم لك انا التبسيط فيزيكال كده او كيس او غلاف وجواه اوكسجين عشان بس تفتكر ان جواه اوكسيداتيف انزيم بتعمل اوكسيديشن. طيب بيظهر ايه بالالكترون مايكروسكوب؟ بيظهر برضو دنس، جسم غامق دنس. التريك هنا ان الاورجانيلز اللي بيحصل لها سيلف ريبليكيشن يعني بتنقسم من نفسها، بقول ما بنشن على النقطه دي. يعني مثلا في البيروكسوم هقول انه بيسيلف ريبليكيت، لما اوصل للسنتريول ان شاء الله توصل فيديو للسنتريول معايا هتلاقي بقول لك ان السنتريول بيسيلف ريبليكيت، يعني بينقسم ذاتيا هو مع نفسه جوه الخليه، بينقسم الواحد يبقى اثنين وهكذا. طيب بعيدا عن انقسام الخليه، يعني مش مستني الخليه تنقسم، الخليه نفسها مش مستنيها تنقسم عشان هو ينقسم معاها، هو بينقسم لوحده. تمام. طيب يبقى ده قصه البيروكسيزوم، انه دنس بالالكتروميكروسكوب هيظهر بس جسم غامق او جسم دارك يعني دنس. والمعلومه الثانيه بس نعرفها انه عنده قدره على السيلف ريبليكيشن. حلو قوي. بما انه جواه اوكسيداتيف انزيم او الانزيمات اللي بتعمل اوكسيديشن، فهو وظيفته يعمل ايه؟ هتلاقي وظيفته بكل بساطه هو يعني هاتم التعريف، احنا قلنا جواه اوكسيداتيف انزيم بيعمل اوكسيديشن، تفاعل اوكسيديشن، تفاعل اضافه اكسجين على حاجه او اوكسيديشن عموما، يعني ريموف هيدروجين او كلام زي كده. طيب ايه كمان؟ هترجع لحاجه اسمها الفري راديكال كمان، ديت ممكن تكون شرحت ليك او ما شرحتش في البايو، فخليني اقول لك على السريع. الفري راديكال على السريع هي مجموعة من المركبات اللي ليها تأثير ضار على المكونات بتاعت السيل ميمبرين وعلى الخلية عموما، ماشي؟ عشان اتخلص منها هي نتيجة ايه؟ ان وجود عندها الكترون مش مرتبط، فالالكترون مش مرتبط ده مجنن المركب، يخليه مش قادر يهدى، فعايز يرتبط معاه او بيدور على الكترون كمان يرتبط مع الالكترون ده اللي عنده. طيب فبكل بساطة فكرة البيروكسيزوم انه بيقدر يوقف التفاعل ما بين الفري راديكال والمركب او السيل ميمبرين. يبقى هنا بدل ما يروح يتفاعل مع السيل ميمبرين، لا تعالى بقى يا حبيبي يتفاعل مع البيروكسيزوم، يدخل الاكسيداتيف انزيم ديت تخلصنا من الايه الفري راديكال. يبقى تاني سريعا الفري راديكال عشان ما نخرجش عن الموضوع قوي، الفري راديكال لما تدخلوا في البايو ان شاء الله تعرفوا بالتفصيل انواعهم وكلام زي كده، هي مركبات نقدر نقول مركبات ضاره، لانها عندها قدره عاليه جدا جدا على التفاعل، فانا بحتاج اعمل لها نيوتراليزيشن يعني اعادلها، اجيب مركب يقف ضدها. المركب ده او الانزيم ده او الاستراكشر اللي يعمل الحركه ديت ليه من ضمنه او من ضمنهم هم كذا حاجه، من ضمنهم الاوكسيداتيف انزيم اللي موجوده في الايه في البيروكسيزوم. يبقى ده وظيفه البيروكسيزوم، اوكسيديشن، تفاعل اوكسيديشن عموما، فاتي اسيد وكلام زي كده، وممكن يعمل نيوتراليزيشن الفري راديكلز. طيب ده النوع كده خلصنا النوع الثاني من الايه من الفيزيكلز. النوع الثالث حاجه اسمها الكوتد فيزيكل. الكوتد فيزيكل بكل بساطه عايز افكر فيها ايه، تخيل كده انت عند حضرتك مثلا في البيت مثلا اي حاجه عايز تخزنها في الثلاجه، ماشي؟ عارف كيس الثلاجه؟ كيس الثلاجه اللي هتحط جواه مثلا تفاح او اي حاجه وتخزنه في الفريزر. الكيس ده عايز تفكر فيه هو الكوتد فيزيكل. بمعنى ايه؟ ان الكود فيزيكال، يلا نقرا كده الكلام الهيستولوجي. الكود فيزيكال في التعريف يقول لك هي الفري فيزيكلز اللي ليها فازي كود، تتميز بفازي كود. فازي كود ده يعني اللي هو الشكل اللي شايفه من بره كده، تحس حاليا غلاف كده مجعد شويه وفي نفس الوقت لونه خفيف شويه السحابه كده. تمام، ده معنى كلمه فازي كود. تمام قوي. النقطه اللي بعد كده مكانها فين؟ يعني الكود فيزيكال ممكن تلاقيه في اي حته، اي حته في الخليه، ده الخليه ممكن تلاقيها عند السيل ميمبرين، ممكن تلاقيها جنب جولجي، ممكن تلاقيها عند الرف اندوبلازميك ريتيكولم، اي حاجه محتاجين هنخرج من عندها زي السيل ميمبرين او اي حاجه بتصنع مركبات زي الرف اندوبلازميك ريتيكولم او جولجي هتلاقي عندها كودد فيزيكال. انت عارف اصلا الرف اندوبلازميك ريتيكولم بتبعت لجولجي المركبات في ايه؟ بكل بساطه مثلا الرف اندوبلازميك ريتيكولم صناعه بروتين عايزين نوديه لجولجي، ما يروحش كده لوحده، لا يتغلف بكودد فيزيكال اللي تروح لجولجي، وجولجي بقى يعدل جواه، يعني ياخد الفيزيكال دي ويعدل فيها. وصلت؟
فبدأ كده بكل بساطة مكانها فين في الخلية. الكترومايكروسكوب زي ما انت شايف كده فاكيول بيظهر كايه حاجة لونها فاتح مبدئيا، ما تبقاش بتبقى ليوسنت يعني ما تبقاش دارك تمام، وفي شكل فاكيول شكله حويصلة زي ما انت شايف في الشكل اللي قدامك. طيب يبقى كده ده الكوتد فيزيكال. كده خلصنا كلام عن اللايزوزوم والبيروسيزوم والكوتد فيزيكال. شكرا، نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.